إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أخوة الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير بسلام صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لتتوصلوا دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم، وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم، وأي سؤال في الأسفل تجدون رابط الفيسبوك للتواصل. اليوم سوف أتحدث عن تجربتي في الأدسنس مع المدونة وكيف تم قبولي في 2018، تمام؟ سوف أتحدث عن نقطة مهمة الآن بالنسبة اتصل بنا أو سياسة الخصوصية عنوة قمت بعدم وضعها، فقط وضعت محتوى جيد، يعني محتوى يتجاوز 500 كلمة في الموضوع، عندي أزيد من 19 موضوع، صور بجودة جيدة وزيارات قليلة قليلة جدا، يعني ربما أقل من 200 زائر في اليوم، أقل يعني ربما 100 زائر أو ربما 120 إلى آخره في اليوم. تم قبولي في الأدسنس بهذه الطريقة، تمام؟ طريقة بسيطة وكما هي، يعني لا شيء لا زيادة، تمام؟ لا أقول لكم أن سياسة الخصوصية أو التصل بنا مهمة في الموقع، بل في سياستها تقول يجب عليك إضافتها يجب من أجل أن يتم قبوله، ولكن أنا أريد أن أقوم بجميع التجارب، فجربت هذه النقطة ونجحت معي، وسوف أشرح لكم كيف كانت وواحدة واحدة، وسوف أحاول ما أمكن أن لا أطيل عليكم إن شاء الله 10 دقائق لا أتجاوز إن شاء الله. أولا سوف نقوم بالاشتراك في الأدسنس، تمام؟ عندك الجمال سوف تقوم بالاشتراك، ثم بعد ذلك هنا سوف يطالبني بإضافة الدومين الخاص بي، تمام؟ الدومين الخاص بي سوف يكون هذا الدومين كتجربة الآن، ها هو الدومين. نقطة بارك الله فيكم، كان عندي الدومين في الأول كان فيه HTTPS هكذا، تمام؟ حين قلت بإرسال لهم الدومين يعني الاشتراك عن طريق HTTPS قالوا لا نعرف هذا الدومين، هذا الدومين لا يوجد به تلك الشفرة الأدسنس. حين قلت باسترجاعها HTTP قام بقبولي مباشرة، تمام؟ يعني مشكلة HTTPS لا أعلم ولكن لا يتعرف عنها. جيد، البريد الإلكتروني نعم هو هذا، قال لك تلقي معلومات مفيدة من الأدسنس على مواد، نعم أريد أن أتلقى هذا إلى آخره، حفظ. أنا أحاول ما أمكن الآن أن أكون سريع جدا وأنتم لاحظوا فقط، طبعا لا أترك أي شيء، يعني أي نقطة سوف أتحدث عنها، يعني هذا الدومين كان تم إضافته. يرجى مراجعة الأحكام والشروط، أنا وافقت على كل شيء، البلد هو المغرب، البلد هو المغرب. أعتذر، أحيانا أكون سريع ولا أعرف ماذا سوف أفعل، لأن أريد يعني مو هذه سياسة إلى آخره. إنشاء، تمام. نعم جيد، شكرا، نعم جيد، نعم جيد، هذه كلها جيدة، ابدأ. ثم هنا سوف يطالبني بتركيب العنوان، سوف اختار هنا فردي ليس شركة، ثم الاسم سوف اختار كات دوك هكذا، جيد تمام، او لا سوف اتركها كما هي احسن، او سوف اختار طيب العنوان يجب ان اتي ببطاقة التعريف، تمام. هنا كتبت العنوان، هنا في رمز البريد سوف اكتب الخاص بالمغرب 80,000 مدينتنا، يعني المغرب عموما، المدينة أكادير، رقم الهاتف، نعم هذا هو رقم هاتفي، سوف اختار هاتف، رقم هاتف غير صالح، طيب دقيقة، 06 الآن أصبح صالحا. طيب أنا وضعت نوع الحساب، الاسم، العنوان، الاسم الخاص بي، العنوان هذا، الرمز البريد إلى آخره، ثم سوف أقوم بالإرسال. ثم بعد ذلك شوف العملية هكذا، سوف أقوم
بنسخ هذا الكود سوف أدخل إلى القالب، سوف أبحث عن كلمة هيد، هذه كلمة هيد بين هيد وهيد، هيا هاو ما يشرحون لكم يا إخوة الكرام. سوف أدخل إلى التحرير، يعني المظهر التحرير، ثم سوف أجد كلمة هيد، سوف أضع الإعلان، يعني الإعلان في هذا المكان. ثم بعد ذلك سوف أقوم بهذه الطريقة كما تلاحظون، شوف كيف قمت، قمت بهذه الطريقة لجمع الكلمة ثم عملية الحفظ. طيب، ثم بعدها سوف لقد لصقت شفرة في موقعي، سوف أختار لصق شفرة في موقعي ثم تمت. تم هي الشفرة إلى آخره. عدة ما يستطيع ذلك. شوف أنا أقول لكم الآن، اسمعوني الآن، الآن سوف يتم مراجعة الموقع لمدة يوم، تمام؟ سوف تأتيك رسالة، شوف، تخبرك أن موقعك هك هذا تأتيني، أن موقعك ربما أنك منخرط في الأدسنس أو بحساب آخر في الأدسنس، تمام؟ سوف تخبره طبعا أنت حسابك غير مرتبط مع أي شركة أدسنس، تمام؟ أو المدونة لا توجد بها إعلانات لأي يعني إعلانات أدسنس أخرى، تمام؟ سوف تخبره لا، يعني رسالة سوف تأتي، سوف تخبره لا، يعني موقعي لا غير مرتبط، وترسل إليه وتنتظر. أنا انتظرت 15 يوم، 15 يوم وتمت الموافقة بهذه الطريقة لا زيادة ولا نقصان. ثم بعد ذلك بعد ما تمت الموافقة على الموقع قدم إلي شفرة، اسمعني جيدا، قدم إلي شفرة أدسنس، شفرة هو قدم لي شفرة أدسنس، أو أقوم بإنشاء شفرة، هو يخبرني قم بإنشاء أو خذ هذه الشفرة، ثم هذه الشفرة أقوم بوضعها في التخطيط، في أي مكان في التخطيط كما تلاحظون. سوف أقوم بإضافة أداة هكذا، جيد. ثم بعد ذلك سوف أقوم بإنشاء جافا سكريبت HTML، ثم سوف أضع هذه الشفرة هنا. بعد ما يتم قبولك سوف يرسل لك، يعني سوف يخبرك أنه تم قبولك ويقدم لك شفرة أدسنس، سوف تأخذها أو سوف يقول لك إنشاء شفرة أدسنس. طبعا سوف تقوم بإنشائها عادي بسيطة، وسوف تقوم بتركيبها في هذا المكان وتنتظر إلى أن تظهر الإعلانات، وقد تمت الموافقة علي، يعني بعد ما وافقوا في 15 يوم، بعدها يعني ربما في يومين 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 ظهرت الإعلانات، والآن الحساب عندي والحمد لله. جيد، هذه هي الطريقة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.